الأدوية، وقعة جديدة لغش الأدوية في الإسكندرية. طلبنا يعني، شوفوا يا جماعة، الفساد 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 اللي هو مش هيتوقف طول ما في حياة، في خير وفي شر، وفي مجموعات عاوزة إنها تمص دم الشعب ودم الناس. المهم إنك تقلل منه، لكن كمان الفساد يا جماعة ابعدوا عن الدواء. ده اللي بياخد الدواء ده بياخده على أمل إنه يشفيه، فتقوم انت كمان تخليه يعني يذهب الى اطباء ويتعالج، وبعدين الوصفه النهائيه اللي هيمشي عليها بقى تطلع في النهايه، تطلع بودره وتطلع تراب وتطلع طوب وزلط. نوصل الى هذه الحاله، غش الادويه يقتضي تشريعا اشد واكثر حسما وشده. تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأدوية المغشوشة قبل توزيعها على الصيدليات. الرئيس عايز يعرف، يعني اعرف وتعالى لنا هنا ماشي، بس بسرعة، إن إحنا معانا حمل تموين وكده، عايزين نشوف النشاط، نشاطه إيه بالظبط. 78 شارع 66. تمام. كراتين معدة ماشي. ربنا يبارك فيك يا رب. بس خلاص يا